سمعتي النفس وانتي قاعدة هنا، ها بتطالعي على ده، شايفة كيف؟ شوفي عاد ايش يبغى يقول لك اليوم. ما انت قاعدة تجيب اللي هناك، قربي بزوم، فاهمة كيف؟ وانت كنت بتشتغلي ما كنت بتفكري ايش هو حيطلع، فدحين وانت بتطالعي عليه لا تفكري هو انت ايش كنت بتشتغلي. بتطالعي على كتل بتعكس الضوء، صحيح؟ عاد ملونة محمرة مصفرة، هذا مو شغلنا، هذه رموز، فاهمة كيف؟ بس هي راحت ولا جات كتل متجاورة، فاهمة كيف؟ حبك للتفاصيل طبعا، شوفي عاد حبك للتفاصيل، ها كل ما تقربي، ها لما تقربي هذا مشهد تاني خالص غير اللي انت عينك شايفته، يعني عينك دحين ها بتطالع على جزء من اللي محطوط قدامك، فاهمة كيف؟ فاندماجك في التفاصيل، عشان كده قلنا انه الحتة دي كلها تكون احمر، فايش قلتي؟ تعالي احط قماش، خلاص ما عندك كتلة حمراء واحدة تكفي هذه المساحة، قمتي ايش مليتيها، شوفي مليتيها يعني من جوه ومن تحت ومن فوق، وجبتي كل الحاجات اللي عندك لونها احمر ودخلتي على البمبة، وانتي تقولي ان هو ده الاحمر حقك، تمام. شوفي عاد تبي عاد تكوني في التفاصيل، ها مشوارك غير مشوارنا، شوفي عاد اذا تبي تشتغلي تفاصيل تاني، شوفي حد تاني يشغلك، فهماني كيف؟ ايوه الجسد يبقى كده كتلة لون. يومي الأصفر هذا 3 درجات ولا 4، فاهمة كيف؟ كنت حطاها مع البلدة، ها وقاعدة رايحة جاية، تحطي من هنا شوية ومن هنا شوية، خلاص راح ولا جاء كتلة صفرة، فاهمة كيف؟ هداك الأزرق اللي هناك شرحه عاد قدو قلم واحد ورحتي وجيتي، خلاص كتلة، فاهمة كيف؟ هذه الورقة ها محطوطة، فهي الوحدة كلون أبيض كتلة، اللي جواتها هذا ما يعنينا، انتي فاهمتني؟ فهي دي الحتة الحمراء دي اللي هو ده اللي احنا ايش الهرج دي كلها عليه، فاهمة كيف؟ مليانة بالتفاصيل، هرجك كتير يا بنتي، خلاص المرحلة دي خلصت، تجردي يا توتا تجردي. ايوه حبيبتي انا عارفة انه حلو بس بهرجة، هو الحال كان كده، انا ما بقول لك شيلي، انا بس بقول لك انه انت تحبي تسوي